سلام سلام الناس، كي دايرين؟ كلشي بخير ان شاء الله، كلشي يكون مزيان وكلشي يكون بخير ان شاء الله. تشوفوا هذا الفيديو هذا تكون مصحح على بس البنات، الا تكون فيديو ديروا لي شي كومنت زوين واشتركوا عندي في القناه فضلا وليس امرا ان شاء الله. دابا بدنا ندوز اول ارتيكل، هو هاد جيب او لا جي اي بي ولا فيف، كل واحد شنو غادي يسميها. هاد القهوه البنات ديال كريمه جولد صراحه ما زويناش، كاين اللي غتعجبو كاين اللي ما غاديش يعجبو، مي هاد الماركه اصلا هي ما زويناش في القهوه، يعني بلا ما تدخلوا تقولوا لا القهوه زوينه انت ما كتعرفيش الطوقي، يعني كل وحده كيفاش غادي تهضر، حيت بزاف ديال الكومونتيرات كيكونوا بواحد الطريقه اللي هي مستفزه البنات وما زوينهش. يعني بغى يقول شي كلمه يقولها بطلاقه ولا يقولها يعني بواحد الطريقه اللي هي زوينه، يعني انتقاد يكون بناء. انا بالنسبه لي ديك القهوه ما زويناش، معظم الناس ما كتعجبهمش، حيت ما فيهاش اصلا الكو، يعني كميه كبيره بواحد الثمن اللي هو قليل، هي اصلا ما زويناش. بالنسبه للبنات الارتيكل الثاني هاد لابريرا البنات راه باقا سولد في بيم، يعني باقي ندير ليها عرض، كي قلت لكم البنات غير خدوها حيت راه بصح في الحوانت الثمن ديالها شويه طالع، راه دايره 25 درهم، كاين اللي دايره 24 درهم، يعني كل حانوت يعني كل هري وشحال الثمن ولا كيدير ليها. يعني الا مازال عندكم هاد لابريرا في بيم سيروا خدوها بعينكم مغمضين، وتكون جديده البنات، كنأكد ديما على التاريخ تكون جديده. ثالث ارتيكل البنات راه حتى هو مازال في بيم، تمر التمر جابوه بيم، باقي جديد، عرفتي شنو كي كنقول باقي جديد؟ سبحان الله مازال كينمع واعر، غزال غزال غزال، ما تبعوش شي منه، غير شوفوا ديرو شوفوا كي داير كيبري، راه مازال في بيم، سارعوا باش تاخدوه. وفين ولا البنات؟ ولا في الكوطي ديال دانون وحليب وداكشي، يعني في بلاصه دانون وفرماج راه كاين تما كاينه، يعني حجم الاغلبية كيديروا في الثلاجه في المبرد. لا ما البنات سيروا خدوه، سارعوا باش تاخدوه، الثمن جد جد مناسب، وحتى الحبات ديالها كبارين، يعني راه باين التمر غزال، هذاك كبير وزوين. حتى ارتيكل البنات ومازال ويلاه جابوه بيم وعاودوا جابوه وجابوه شحال مره ويلاه جابوه عاوتاني. لا فارينا البنات ديال ميمونه، جوج كيلو كغاتوي راه كدير 52 درهم، غير خدوها 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 خدوها، انا كنأكد عليها خدوها البنات. هاد لافارين هانتوما كيف ما هما مصورين لكم لي طاغطو دايرين لكم ودايرين لكم هناك على الغزال، يعني عرفوها خاصة غير بهاد الانواع الحلويات، خاصة بالحلويات ما خاصش بالكيكة، انا كنأكد عليكم ما خاصش بالكيكة، يعني الحريفيات في الكيكات راه يعرفوها اي يعرفو هاد الميمونة ما زوينش في الكيكة، ولكن خاطر في الحلويات، خاطر في المعجنات. معجنات كنهضر بصفة عامة، الخبز البطبوط، هداك شنو كيقولو ليه كرواسون، لشناك، يعني اي معجنات، يعني شي حاجه عجينه كيطلع فيها غزال واعر بزاف، ولكن في الكيك راه ما كيطلعش زوين، انا كنأكد على هاد القضيه هادي. وكل وحده، وكنقول لكم البنات الذوق ديالها، يعني كاين اللي غيعجبها، كاين كل وحده الطريقه اللي كي كدير ليها تصدق ليها زوينه تصدق ليها هادي، انا كنأكد البنات انه على بارتي في زوينه على بارتي اللي في خايبه. ثالث ارتيكل البنات هو هاد كريت هذا او هاد لي بيسكوي ولا ميني بيسكوي، يعني ميني ماريا كنسميه انايا، هادو صراحه زويونين، زوينين للولاد زوينين للناس الكبار حتى هما، يعني ديهم معاك واحد شويه الخدمه زوينين تاكليهم، زوينين حتى ديري بهم هكا يعني ميني سالاد حلوه، يعني تقدر دير بهم بزاف ديال الاختيارات. ثالث ارتيكل البنات حتى هو جابوه بيه ومازال جابوه ومازال راه كاين، هو هاد المقيله هادي ديال البغرير، هذاك كاب كيك، عندك شي صغيور صراحه كيجي زوين، يعني ميني سمحوا لي البنات، ولا الكريب، الكريب حتى هو تيجي فيه زوين هكا، كريبات صغيورين راه كيجيو فني، يعني كيجيو الشكل ديالهم زوين وحتى هما كيجيو كيوت. ولا البغرير البنات اللي ما كتعرفش دير القيس البغرير صغير، راه استعملي هادي والله حتى زوينه. ثالث ارتيكل البنات هو الجبنه البيضاء، الجبنه البيضاء هاد راه زوينه كنأكد عليها، راه زوينه، الناس اللي كيعجبوهم الاجبان، يعني الاجبان هكا اللي طريه راه هادي زوينه، يعني غير خدوها بعينكم مغمضين، حيت الكو ديالها الصراحه زويون، يعني هكا الاغلبيه وخصوصا الناس اللي ساكنين في المدن الصغار ولا هذه، يعني ولا بيت عليهم اسواق الكبرى ولا هكا، من الاحسن تستعملوا هذا، يعني راه ديما الاغلبيه كتجيبو بيم، يا اما كتجيبو على هذا الشكل يا اما كتجيبو على واحد الشكل، راه ديجا وريته لكم البنات، هذا راه حتى هو زويون، وتقدروا هكا تفطروا به، تقدروا تعمروا به اي حاجه، ولكن من الاحسن تفطروا به كيكون المذاق ديالو خطير. ثالث ارتيكل البنات راه جابو تشوبيهم وباقي، وسولوني يعني بزاف ديال البنات لاباط الفيلو، لاباط الفيلو البنات لاباط واعره غزاله زوينه، خاصك تعرفي تخدميها. الاغلبيه ديال البنات يقول لك لا غليظه، شوفوا لاباط الفيلو ما غليظاش، انت ما كتعرفيش تخدمي بلاباط الفيلو، لاباط الفيلو ملي كتهزي ديك الورقه يعني كتبان لك انت ورقه وحده، هذيك راه ماشي ورقه وحده، هذيك راه فيها ورقه وحده اخرى، يعني خاصك تحليها بالعقل بشويه، كتولي لك شفافه، يعني يديك كتولي تبان، درجة يدك كتولي تبان، وكنقول لك
واعره، كنقول لك واعره وكنأكد عليها، يعني ما تجيش تقولي لي لا راه غليظه ولا هذه راكي ما عرفتيش تستعمليها وما عرفتيش الطريقه ديالها. كنقول لك الورقه الاولى اللي كتهزيها كتبان لك كان ورقه عادي، هذيك راه فيها براسها جوج، كتحليها وكتعمري بها وكتشوف شنو الحشو اللي بغيتي ديري فيها. انا صحح لك من هذه المعلومه اللي قالوا غليظه غليظه غليظه. ثلاثه اختي كلا البنات، هو هاد المشواغ هادو واعرين، بقاو عندنا في الساك راه هادو ثلاثه كيديروا 19 درهم، راهم زوينين بزاف بزاف. بالنسبه للبنات هاد لي سيرفيات، هاد لي سيرفيات اولا لي طوغشون، هاد لي طوغشون البنات راه بيم، راه غادي لهم غدا السولد، يعني غادي تردهم ب 11 درهم عوض 15 درهم. انا جبتها لكم هاوتا وجبتها لكم معلومه، حيت هاد لي طوغشون ديال بيم زوينين بزاف، يعني كيصدقوا الكاليتي ديالهم الصراحه زوينه. خديتهم بزاف من بلايص اخرين وما صدقوش لي انا بحال هكا، يعني وفيهم اللوينات يعني مختلفين، وكاينين حتى الكبار الجفايف ديالهم، راه كاينين الكبار، كاينين الكبار ديالهم تاهما نفس الالوان تقريبا، ولكن واعرين. ثلاثه اختي كلا البنات، هو الشامبو هذا اولا شامبو اولا جيل دوش، يعني كل واحد شنو كل واحد شنو غادي يسمي، هذا راه شامبو يعني السميه ديالو، هو راه جيل دوش. الريحه ديالو صراحه راه زوينه، الا بغيتي كلي تاخدي، والثمن ديالو راه حتى هو جد مناسب، يعني هكا يعني مره مره. ولكن البنات كنأكد ما تبقاوش تاخذوا الروائح مجهدين، يعني كان ديال لي فخوي اكسترا، حيت راه من بعد كترجع بالزفوريه في اللحم، يعني كديما كتشم ريحه ما زوينهش في لوكور ديالك. من الاحسن تاخذي الروائح اللي سول، يعني شي حاجه اللي هي خفيفه، كتكون هكا اللي صراحه كتكون هكا اللي مزيانه، وحتى حتى في الجسم ديالك كتبقى الريحه اللي هي زوينه وكتدوم اطول. ثالث ارتيكل البنات هو اكبل، ثالث ارتيكل البنات هو اكبل اكبل شوكولا، هذا فيه 55% من الكاكاو، هذا صالح للبراوني، صالح للكيك، صالح بزاف ديال الحلويات، صالح تقدري تعمري به الحشوات اولا ديري به لوكاناج. هذا الكاناج راه يجيك واعر، فيه 55% من الكاكاو، ما تاخديش عليه منه حيت هذا اصلا براسو مار، يعني هذا الباكي هادي براسها ماره بالتجربه، ومن طبيعه الحال راه غادي نعطيكم الحاجه اللي انا ديجا مجربها. ثلاثه اختي كلا البنات، اولا لوفخ لي ديجا كاين ومازال كاين، هو هاد ثلاثه ديال الخل، ثلاثه كبار 19 درهم الصراحه. خذوهم الا لقيتوهم، ولا الا غير خذوهم، ثمن راه فيهم ثمن زوين. ومن طبيعه الحال كاين ديال الخل والخل الحامض والخل ديال التفاح والعادي، العادي انا صراحه كيعجبني حيت ما فيهش اصلا الريحه، يعني الطعم ديالو زوين. ثالث اختي كلا البنات، اللي هو مازال حتى هو وتولد، يعني واحد بنت هاد راه ما زوينش اختي، يعني هاد مزيه برو ما زوينش، راه شكرت لك مزيه، كاينين مزيات وحده اخرين زوينين، ولكن هاد برو فينو برو راه خايب، مدقص كيدقص العجينه ما زويناش، واخا ديريها خفيفه خفيفه خفيفه، واخا تحاولي ديريها حتى مويان، راه يعني من الداخل والمذاق ديالو لا علاقه له بالخبز. الناس اللي يقولوا لك لا زوين هادي، اختي كيبقى داك الراي ديالك يحترم، ما غاديش نقول لك لا، هادي حيت كل واحد ممكن تيعجبك هكاك الخبز مدقص، ممكن تيعجبك هكاك الخبز مزوج، يعني انت كيبقى كيبان لك زوين، انا اختي ما يعجبنيش. المهم انا عطيتكم البنات الراي الشخصي والراي ديال بزاف ديال الناس، راه ما صدقش ليهم وما يعجبهم. ثالث اختي كلا البنات، هو هاد المشروب الغذائي او نقدروا نسميه يوغورت غذائي صغير، هذا ديال الاطفال، يعني الدراري الصغار، راه زوين بزاف، هذا المذاق ديالو راه واعر 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 بزاف. الا لقيتوه مازال في بيم غير خذوه بعينكم مغمضه، ولكن الوليدات يعني خليوه غير هكا غير الوليدات. ثالث اختي كلا البنات، هو هاد الكراده او القطعه، راه مازال كاينه بيم، مازال في اللوان ديالها، حيت جابوا فيها واحد الستوك اللي هو كبير، حيت الصراحه راه زوينه والسيل ديالها كيسهل، ما كبيراش وما صغيراش، ما تشدلكش اصلا لي سباس فكا برودو طرافاي ديالك، راه زوينه. الا لقيتيها غير خديها، خديها كان في الالوان المبهجه باش هكا لي تنور عليك شويه الكوزينه ديالك. ثاني ارتيكل البنات، هو هاد لي طرونش ديال الفرماج ديال البرغر، هاد الفرماج ديال البرغر البنات كنقدروا نخدموا به بزاف ديال الحوايج، يعني ماشي ضروري ديري فيهم، يعني ماشي ضروري ديري في لي ساندويتش، تقدر ديري في الحشوات، ديريه في العمارات، ديريه في لي سون. نتمنى الفيديو نال اعجابكم، خلي لي شي كومونتير زوين واشترك عندي في القناة. السلام عليكم.